قال الله عز وجل: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. والله يا شباب ما تكلم معايا بكلمة واحدة، تعلمون ماذا قال؟ قال: هذا إيش؟ والله هذه الراحة، والله هذه السكينة اللي الآن أنت تشعر بها الآن، واللي الآن نايف يشعر بها، واللي أنا الآن اللي أقرأ على آيات أنا أشعر بها الآن. أخي في الله، والله السعادة بكتاب الله، السعادة إنك تتوجه إلى مساجد الله، إنك تنطرح بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقلب وتستفيد منه. والله يا شباب الله عز وجل يقول في سورة إبراهيم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. تريد أن يخرجك الله من الظلمات إلى النور؟ تمسك بكتاب الله. والله لن ينصلح حال هذه الأمة إلا إذا انصلح كما انصلح بها أولها، وهو الرجوع إلى كتاب الله عز وجل.